وينضم إلينا من بغداد الصحفي أحمد الجميلي للحديث عن انخفاض مؤشر الحريات في العراق والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والناشطون أثناء تغطيتهم للتظاهرات المستمرة ضد نظام المحاصصة الطائفي في العراق. مرحبا بك معنا أستاذ أحمد. أهلا ومرحبا، حياك أهلا بكم. منظمة مراسلون بلا حدود تقول إن الصحفيين في العراق يخاطرون بحياتهم عندما يغطون التظاهرات أو عندما يحققون بشأن قضايا الفساد في البلاد. إلى أي مدى لعبت القوات الحكومية والميليشيات دورا كبيرا في تدهور حرية الصحافة والرأي في البلاد؟ نعم، لعل تقرير منظمة مراسلون بلا حدود هو ليس الأول من نوعه، فقد شهدنا نفس التقرير في نهاية العام الماضي عندما أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود أيضا تقريرها السنوي، وأشارت فيه إلى أن الصحفيون في العراق يتعرضون إلى أبشع طرق التنكيل والاعتقال والقتل والنفي بسبب موقفه المعارضة لسلطة الأحزاب الحاكمة وبسبب قربهم وتغطيتهم لحركة الاحتجاجات التي انطلقت منذ شهر تشرين في العام الماضي. ويبدو أن السلطات الحاكمة في العراق منذ عام 2003 وحتى الآن تتبع مقولة أنه من حق الصحفي أن يقول رأيه ومن حقنا أن نقتله كيفما نشاء. نعم. شاهدنا كيف أن عشرات الصحفيين قد تعرضوا إلى عمليات تنكيل واعتقال وعمليات اغتيال في وضح النهار على يد ميليشيات وعلى يد أجهزة حكومية مسيسة تابعة لبعض الأحزاب، وذلك بسبب مواقفهم التي كانت في الغالب مؤيدة للتظاهرات لكونها حركة شبابية جاءت في وقت كان فيه الشعب العراقي يعاني الويلات من هذه الطغمة الحاكمة، سيما وأننا نعيش في بلد أصبح يتبوى المراكز المتأخرة في جميع تصنيفات الدولة. نعم. طيب، أيضا منظمة مراسلون بلا حدود تحدثت عن تهديدات يتلقاها الناشطون والصحفيون، كيف تتعامل السلطات الحكومية معها أو مع هذه التهديدات؟ بالتأكيد تعامل الأجهزة الحكومية هو تعامل غير جدي منذ أول اعتداء على الصحفيين وحتى آخر اعتداء وهو اغتيال الشهيد أحمد عبد الصمد. شاهدنا أن الأجهزة الأمنية كانت في حالة السباق، لم تحرك ساكنا. اللجان التي أعلن على تشكيلها من أجل التحقيق في عمليات القتل والتعذيب التي تعرض لها بعض الصحفيين وكذلك الناشطين نتائجها ذهبت مع الريح، حتى هذه اللحظة لم يتم الكشف عن هذه الجهات التي تورطت في دم الصحفيين والناشطين. ولكن لماذا لا يتم الكشف عن الجهات التي تتورط في اغتيال الصحفيين والناشطين؟ ما الذي يمنع الحكومة من الكشف عن الفاعلين؟ الذي يمنع الحكومة من الكشف عن الفاعلين ذلك لأن الفاعلين هم نفسهم من الحكومة. نعم. شاهدنا كيف أن أجهزة أمنية وضباط بأسماء معروفة وقيادات سياسية بأسماء لامعة وتتبوى أعلى المناصب أثبت تورطها بعمليات قتل وعمليات اعتقال طالت الصحفيين، حتى أن الأمر وصل إلى ملاحقة الصحفيين حتى في نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي. لدينا مثلا في محافظة الأنبار تم اعتقال صحفي انتقد فيه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ولك أن تتخيل إلى أي مدى وصل طغيان وقمع هذه الشخصيات السياسية واستخدامها لأجهزة حكومية أمنية من أجل قمع واعتقال الصحفيين. نعم. طيب، فيما يتعلق بحملات المناصرة الشعبية، كيف ساهمت في استعادة الزخم الشعبي والدفاع عن الصحفيين والناشطين في البلاد، لا سيما الذين اختطفوا على خلفية تغطيتهم بالأحداث؟ بالتأكيد، يعني كان
الصحفيون وكان الإعلاميون هم السلاح الأقوى لحركة الاحتجاج في العراق. لولا الشباب الصحفيين الذين خاطروا بحياتهم وواكبوا انطلاق الثورة الشعبية في تشرين وحتى هذا اليوم لما رفضتهم العالم. اليوم العالم وكل العالم يترقب ما سيجري في العراق، والحراك الذي نشهده الآن والانتفاضة الشعبية على خلفية التفجير الدامي والإجرامي في بيروت سمع صوته بقوة في بغداد، وسنشهد في الأيام الماضية كيف أن الحراك الشعبي في العراق سوف يتجدد مرة أخرى ويؤكد على الأهداف التي انطلق من أجلها، وبالتأكيد سيكون الصحفيين والإعلاميون في مقدمة هذه المعركة بوجه الفاسدين. تمام، عند الحديث عن هذه المعركة في الحقيقة يطرح الكثير من المراقبين سؤالا حول غياب أي قانون يحمي الصحفيين ويحاسب من يقوم بهذه الجرائم. اليوم ما المطلوب ولماذا لا يتحرك القضاء لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد حرية الصحافة والرأي العام في العراق؟ للأسف القضاء في الكثير من المواقف مال إلى جهة الحكومة وتخلى عن دوره السامي الذي وجد من أجله، والشواهد في ذلك كثيرة. وهنا أيضا هنالك مشكلة أخرى تتعلق بغياب قانون حماية الصحفيين الذي أصبح مجرد حبر على ورق في أروقة البرلمان وفي دواليب نقابة الصحفيين العراقيين التي هي الأخرى متهمة بأنها أصبحت مؤسسة حكومية وخرجت من وظيفتها الأساسية التي وجدت من أجلها من أجل حماية الصحفيين وتوفير الأجواء الملائمة لهم للعمل الصحفي وحماية حريتهم في الوصول للمعلومة والإدلاء بآرائهم كما كفلها الدستور الذي يتغنون به ليل نهار. هنالك فقرة في الدستور تقول أنه من حق الصحفيين الحصول على المعلومة وإبداء آرائهم بما لا يتخالف مع القانون، لكن للأسف كل هذه القوانين وكل هذه التشريعات في العراق هي مجرد حبر على ورق. نعم. الذي يحكم هو قوة السلاح والبطش الذي تمارسه هذه الأحزاب بوجه جميع الصحفيين والناشطين الذين يتعرضون إلى ملفات الفساد الكبرى وإلى عمليات القمع التي طالت المحتجين في انتفاضة. الأستاذ أحمد الجميري الصحفي العراقي، كنت معنا للحديث عن موضوع الانتهاكات ضد الصحفيين والناشطين، شكرا جزيلا لك.